عشان نسهل دخول الجذور. هذه الخلطة السماد مع البطمس ما تأثرت الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنصور كيف نزرع هذه الشجرة اللي هي شجرة الليمون نوع البرازيلي، كيف نزرعها مع بعض إن شاء الله. طبعا هذه ترقيد هوائي علشان كذا نشوف الأزهار طالعة أو الثمار. وطبعا حطينا هنا خلطة بتمس مع سماد بقري مخصب، وطبعا هيئنا الحفرة مثل ما نلاحظ هذه تم تهيئتها، وطبعا نحرثها من داخل عشان نسهل دخول الجذور يكون أسرع. والحين بنكمل ونشوف كيف يتم زراعتها. هذه الخلطة السماد مع البطمس وهذا الشكل شكل ليمون. طبعا بتكون ثقيلة شوية علي، بحاول ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خلاص حطينا الحفرة ونزيد عليها السماد مع البطمس. نضغط عليها من الأطراف عشان ما نسمح لدخول الهواء تحت. طبعا عملت فيديو سابق بخصوص الليمونة هذه وكيف زراعتها. طبعا هذه ليمونة برازيلية، ولما جيت أنقل الليمونة من الأصص طبعا انهار التربة أو انهارت الطينة. وزرعتها وخليتها لمدة أسبوع أو 10 أيام تقريبا، والحمد لله رب العالمين مثل ما نلاحظ ما تأثرت الحمد لله رب العالمين. واعتنيت فيها مثل ما نلاحظ ما شاء الله نمواتها الحمد لله رب العالمين استمرت الحمد لله رب العالمين. طبعا ضفت لها البتمس والسماد البقري المخصب والفحم القليل من الفحم، طبعا من الرماد رماد الفحم. ومثل ما نلاحظ ما شاء الله تبارك الله هذه الشجرة ما جاها شيء الحمد لله، واستمرت الحمد لله في النمو. وحبينا بس نبين لكم الموضوع، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.